نشرت أخبار منتصف الليل من الوطنية الأولى والبداية بالعناوين. تونس تصدق رسميا على اقتراض نحو 400 مليون دينار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتعزيز أمنها الغذائي. بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والأطباء يحذرون من تداعياته على الصحة. وفي تصعيد إسرائيلي بالضفة الغربية استشهدوا 3 من قادة كتائب شهداء الأقصى، وتجدد الاشتباكات في الخليل وبيت لحم. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. لتمويل مشروع التدخل العاجل للأمن الغذائي صادقت تونس رسميا على اقتراض 130 مليون دولار، أي ما يقارب 400 مليون دينار، من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي. وصدرت الموافقة على اتفاقية القرض على شكل مرسوم رئاسي بالرائد الرسمي عدد 86 لسنة 2022 و2000، ما يمنح هذا الاتفاق الجانب القانوني للشروع في صرف التمويلات. ووقعت تونس والبنك الدولي في 4 جويلية الماضي اتفاقية هذا القرض الذي ينفذه ديوان الحبوب على أن يسدد المبلغ خلال 18 سنة، منها 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة قدرها 1.71%. وبكمية فاقت 7 ملايين قنطار تم تجميع صابة الحبوب لهذا الموسم. وحسب الديوان الوطني للحبوب، فقد كانت الاستعدادات حثيثة لضمان ظروف خزن ملائمة تحافظ على هذه الكميات قبل توجيهها لمختلف الاستعمالات المبرمجة. بلغت كمية الحبوب المجمعة بمختلف مناطق الإنتاج إلى حدود أوائل شهر أوت الجاري حوالي 7 ملايين و400 قنطار وفق معطيات الديوان الوطني للحبوب. وتتوزع كمية الحبوب المجمعة على 40 مركز خزن حسب التصنيف التالي: حوالي 6600 قمح صلب، 340 ألف قمح لين، و400 ألف حوالي 400 ألف شعير وتيتيكال. الكمية المجمعة بالنسبة للشركة متاعنا، الشركة التعاونية المركزية للزراعة الكبرى، حوالي 1.3 مليون قنطار. الخزن العشوائي معناتها بعدنا عليه بعد تام، الخزن سواء يكون في أحواض أسترالية، في صوامع، وإلا في مخازن كما اللي تشوفوا فيه هنية. كميات الكل اللي في معتبرة في الهواء الطلق، كميات يقع تحويلها في البان إلى المراكز المحورية. الكميات نتاع الحبوب معناها تطلب حاجتين بالنسبة لنا احنا، كمعناها سيلو دو سوكاج، سيلو تاع خزن. الحاجة الأولانية هي التهوئة، معناها عندنا تو في السيلو هذايا عندنا مراوح معناها للتهوئة نتاع القمح، باش نحافظوا على النوعية نتاع القمح. وأون بليس كو سا يلزمنا كل معناها مرة في الشهر على الأقل نداويوه. الدواء هذا باش نحميو كعبة القمح من التسوس. وستمكن الكميات المجمعة من تأمين الاحتياجات إلى موفى سنة 2022 و2000 مع تواصل عمليات توريد القمح اللين والقمح الصلب لتغطية احتياجات الخمسة أشهر الأولى من سنة 2023 و2000. الإصابة تعتبر متوسطة، تنجم توصل حتى نورمال هما حتى الموفى ديسمبر. سينو التوريد جاري معناتها ما يتوقفش التوريد، 60% تتفرق ما بين القمح اللين والقمح الصلب. نحن كشركة تعاونية باش نعاضدوا جهود الوزارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، يصير عبر معناتها زيادة المساحات المخصصة للقموح، ترفيع في المردودية تاع المساحات، وكذلك معناتها تأطير الفلاحين. ويذكر أن نسبة تقدم عملية خلاص الفلاحين والتي انطلقت منذ أواخر شهر جوان قد بلغت 85%، ولا تزال متواصلة تحت إشراف اللجان الجهوية لمتابعة موسم التجميع. ترزح بلدان العالم في العشريتين الأخيرتين تحت وطأة الاحتباس الحراري، الظاهرة المناخية التي سببها تلوث الهواء أساسا ما أنتج ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق لدرجة الحرارة. أمر دفع المختصين الذين اجتمع عدد منهم بالمونستير إلى التحذير من أثار هذا الوضع على صحة الإنسان.
تشهد درجات الحرارة نسقا تصاعديا ليس فقط في الفترة الأخيرة بل كذلك في السنوات الأخيرة، وهو ما كان دافعا للجوء لنسمات البحر علها تلطف حر هذه الأجساد التي هاجرت البيوت والمنازل ولاذت بالشاطئ. والله سخونة على قبل، سخونة تونس سخونة برشا، جيت المستير توا سخونة في جرة بعضها ديرنيرمون واصلت برسك شهر كامل ولا حاجة كيفك. أما تحل كليماتيزول 24 ساعة ولا تقعد في السخان حاجة منه. نشرب ماء بزيت بالطبيعة ولا ما نخرجوش كتبت سخانة برشا، واحد في الدار كليماتيزول يخدم. البيوت فيها سخانة برشا البيوت. أنا الصبح نجي البحر وفي العشاء نمشي نحوس البر ديما يفرهد البحر بالقدا بالقدا. وتتأثر عديد الفئات الاجتماعية أكثر من غيرها بدرجات الحرارة، وهنا لابد من اتباع نصائح المختصين. درجة حرارة كبيرة ولا تعرض للشمس مدة طويلة يصير معناتها نقولوا احنا ديباسمون ولا تجاوز للقدرات نتاع الجسم نتاعنا للتأقلم، زادة يصير ساعات تنوع من الغثيان ولا من الصداع الشديد، وحتى نجموا نوصلوا حتى للاغماء والا لضربه الشمس، فهمتني؟ الاطفال والاشخاص المسنين وزاد اللي عندهم امراض مزمنه. دونك هذو المسنين ياخذوا حذرهم، اولا ما يتعرضوش فتره طويله للشمس، فتره طويله للشمس راهي 15 دقيقه. نشربوا برشا سوائل، هو برشا يمشي في بالهم نشرب برشا سوائل معناتها نشرب العصائر والمشروبات الغازيه. هذا خاطئ راهو، نشربوا الماء فهمتني كيفاش؟ ونبتعدوا على المشروبات اللي فيها برشا سكريات على خاطرها تزيد من نسبة الجفاف في الجسم. الاحترار أو النسق التصاعدي لدرجات الحرارة ظاهرة قديمة جديدة تأتي في إطار التغيرات الطبيعية للمناخ، ولها أسباب وتأثيرات ترتبط بعدة متغيرات. حتى في السنة هذه ما تسجلنا موجات حر، وكانت موجات معناتها معناتها متتالية، وكانت حتى مبكرة، بدأت من أواخر ماي ثم في جوان ثم حتى في الشهر الماضي. الاحترار مربوط خاصة بالإنسان بالأنشطة الصناعية، هذا صحيح، لكن راهو هذه التغيرات راهي هي زاده طبيعيه، فما زاده حتى تاثيرات بيئيه خاصه الـ يعني الحرائق، فما زاده تاثيرات حتى على المناخ، لانه هذا الاحترار ودرجه الحراره المرتفعه تنجم تؤدي الى ارتفاع الحراره متاع البحر المتوسط. ولمكافحة ظاهرة الاحترار العالمي يلجأ المختصون إلى هندسة المناخ للحد من انبعاثات الغازات وانعكاساتها. بالرغم من الانتعاش التي يعيشها الموسم الصحي في منطقة جربة جرجيس من حيث عدد الوافدين، إلا أن العديد من الإشكاليات والتحديات تبقى مطروحة أمام مهني القطاع في المنطقة لا سيما البيئية منها. ارتفاع كبير في عدد الوافدين تشهده جزيرة جربة وخاصة من السوق الداخلية والسوق الفرنسية، فقد استقبلت المنطقة السياحية جربة جرجيس 510 ألف سائح منذ بداية السنة إلى نهاية شهر جويلية بزيادة بلغت 146% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. لو كان فما 100 ألف واحد في النزول، أنا نقدر اللي فما على الأقل أكثر منهم مرتين يباتوا في أماكن أخرى ويجيوا تونس ويجيوا الجربة ويحركوا الاقتصاد. المعطيات والمؤشرات الإيجابية للموسم السياحي من حيث عدد الوافدين التي صرح بها وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بالحسين خلال جلسة عمل بمقر بلدية حومة السوق لم تخلو من إشكاليات تعيشها الجزيرة في هذه الفترة، منها ارتفاع عدد الوافدين واضطراب توزيع الماء الصالح للشراب وصعوبة التعاطي مع النفايات ونقص مادة الدقيق. احنا قاعدين نقاسوا معناها في التزود بالماء الصالح للشراب، قاعدين نقاسوا في الإنارة خارج النزل، قاعدين نقاسوا في الليزالق الموجودة على الشطوط، لا ثم شكون ينظف، لا ثم إنارة ولا ثم ماء. عندنا توا البنية التحتية ماهيش تلموها، خاطر خاصة في منطقة سانغو، خاصة في الاسبلاناد اللي يهبط قدام نزل زيان يربط ما بين الشط ونزل زيان، كانت وعدونا اللي عنده معناتها استثمار وباش يوذبوه للاسبلاناد هكا،
ما وظبوهش معناتها تصور الحاله معناتها رثه ياسر. وعندنا زاد حكايه لوناس اشكاليات متعلقه بالتزود بالماء، وبشكور السيد الوالي معناتها قام بتدخل مباشره مع المصالح المعنيه بتامين التزود. هذه اشكاليات بسيطه نعرفوا معناها احنا مقارنه بالعدد الكبير نتاع المؤسسات السياحيه في المنطقه السياحيه في الجربه ولا جرجيس، نجم نقولوا هذا عدد قليل جدا من تشكيات. كذلك المساله متعلق بالتزود وتزويد بالمواد الاساسيه، والحمد لله كذلك معناها فما جهد كبير مبذول من الاداره الجهويه هنا في ولايه مدنين. مهم جدا الاقتصاد في الماء والاقتصاد في الطاقة، نعرفوا فما التحديات اللي تعيشها بلادنا، شح في نقص الماء، هذه الكل معناها يدعو الجميع، فما مسؤولية مشتركة، نحكيو على السياحة مسؤولة، وهذه أهم شيء نحبوا الناس كل مع بعضنا نرفعوا التحدي هذا. وتضمنت جلسة العمل تنفيذ برنامج جربة دون بلاستيك ذي الاستعمال الواحد الذي انطلق في تجربة نموذجية بالجزيرة بداية من غرة أوت بعد إصدار البلديات الثلاثة قرارا مشتركا لمنع البلاستيك بالجزيرة. في أحدث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبعد ثلاثة أيام من هدنة وافقت عليها حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل بعد أيام من المواجهات الدامية، تجددت أمس الثلاثاء اشتباكات في منطقة طيبة بالزاوية والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. أما في بيت لحم فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في منطقة المنشية، كما اندلعت مواجهات في القدس المحتلة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في وقت سابق الثلاثاء، وأصيب 40 آخرون بينهم 4 بحالة حرجة عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجار الذي وقع في قاعدة جوية روسية بشبه جزيرة القرم نجم عن انفجار ذخيرة وأنه لم يسفر عن سقوط ضحايا. من جهة أخرى أعلنت موسكو مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين وإصابة آخرين في منطقة دونيسك. في تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت موسكو مقتل عشرات الجنود الأوكراني وإصابة آخرين في منطقة دونتسك، مشيرة أن قواتها البحرية قصفت مستودعا للذخيرة بالقرب من قرية أومان ومنشآت عسكرية على الأراضي الأوكرانية، حيث تم تدمير أكثر من 300 صاروخ لأنظمة راجمات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل وإصابة 340 عسكريا ومقاتلا أوكرانيا. وفي شبه جزيرة القرم تم سماع دوي عدة انفجارات وشهد دخان يتصاعد من اتجاه قاعدة جوية عسكرية روسية غرب شبه الجزيرة، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية الخبر مشيرة أنه ناجم عن انفجار ذخيرة حية. دوليا قدرت وزارة الدفاع الأمريكية أن ما يصل إلى 80,000 شخص قتلوا أو أصيبوا من الجانب الروسي نتيجة الحرب في أوكرانيا في أقل من 6 أشهر، كما أشار الجانب الأمريكي أن القوات الروسية خسرت في حدود 4,000 مدرعة. من جانبه رحب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بحزمة المساعدات الأمنية الأمريكية الجديدة والتي وصفت بغير المسبوقة، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق عن تخصيص 4.5 مليار دولار دعما إضافيا مباشرا للميزانية ومليار دولار آخر مساعدات عسكرية. تواصل المواجهات العسكرية الأوكرانية الروسية يأتي مع استمرار عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية، حيث أبحرت اليوم سفينتان من ميناء تشورنوموريسك الأوكراني ضمن اتفاق للسماح بتدفق الصادرات البحرية الأوكرانية حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية. الآن مشاهدينا للتذكير بأبرز عناوين النشرة. تونس تصادق رسميا على اقتراض نحو 400 مليون دينار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتعزيز أمنها الغذائي. بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والأطباء يحذرون من تداعياته على الصحة. وفي تصعيد إسرائيلي بالضفة الغربية استشهاد ثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى، وتجدد الاشتباكات في الخليل وبيت لحم.
وفي الختام أشكركم على حسن المتابعة. ليلة طيبة للجميع، إلى اللقاء.